استاذ ابو ذر احنا هو حاولنا بقدر امكاننا ان احنا في عجاله كده من الامر ان احنا نوضح للناس ازاي يعني يختاروا ما بين القوائم والفردي. ايه كمان اهم ملاحظات حضرتك بالنسبه لليوم الاول للانتخابات؟ انا قبل ان اجاوب على سؤالك، كان يمكن ان يتم تلافي هذه الاشكاليه مساله يختار شخصين او شخص في مرحله سابقه لهذه المرحله الحاليه، وهي مرحله الترسيم الجغرافي للدوائر، بحيث انه تعطي عدد محدد لكل مرشح. افترضنا الان ان الدائره اكس اريد منها مرشح، وعدد السكان في الدائره يتجاوز النسبه التي قدرت للتمثيل للمرشح او النائب الواحد، يمكنني ان اقسم هذه الدائره الى دائرتين، بحيث يتم توازن بين عدد الدوائر وعدد الممثلين عن الشعب في هذه الدائره. طيب. هذه نقطة كانت مهمة، ويمكن يتساوى عدد المرشحين في الدوائر يعني. نعم، بحيث أن يكون أتلافى إشكالية أن يخطئ الناخب في اختيار أكثر من مرشح، يكون للجميع معرفة واحدة أن تختار شخص واحد، وهذا هو المطلوب. وفي كثير من التجارب الديمقراطية في العمليات الانتخابية توحيد عدد توحيد المرشحين، عدد المرشحين للدائرة مرشح فردي واحد أو عدد المقاعد، يعني كل دائرة مقاعدين، كل دائرة مقاعدين. صحيح صحيح، هذه النقطة. طيب بقيت ملاحظات حضرتك. بقية ملاحظات الدور الذي يجب أن يقوم به الشباب، على اعتبار أنه رائد أو يفترض أنه رائد النهضة، وهو يعني المرتجى أن يقود دفة المستقبل. هناك نقطة أنا أشرت إليها سابقا في لقاءات سابقة، وهو لابد للشخص أن يفرق بين الحق السياسي والحق في ممارسة حقوقك. من حقي أن أختار من أشاء، لكني ليس بداعي سياسي أن أسقط حقي في اختيار من يمثلني، لأن هنالك من يمثل شئت أم أردت. وصولك هذا واجب، وصولك إلى صندوق الاقتراع وتقديم وجهة نظرك بأي شكل مش كان، رفاهية، ده واجب. هذا واجب. تعبيرك حقك السياسي تعبر فيه داخل هذه الورقة التي أنت تختار فيها من تشاء. فلابد أن يكون واضح لدى الشباب أو لدى كل الناخبين التمييز بين الجانب الفكري والجانب الحقوقي. كان من شوية معانا محمد نبوي المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد، وقال انه الناس او الشباب ممكن كتير ما راحوش بسبب ان هم شايفين انه ده يعني مش عاوزين يعملوا مشاركة سياسية، لكن هم قبل كده في 30/6 وبعد والاستفتاء مثلا شايفين انه دي مهمة وطنية. وليس هذه مهمة وطنية؟ كيف تلوم لاحقا ممثلي الشعب على قرارات خاطئة وأنت لم تساهم في اختيار هؤلاء الممثلين؟ أنت تختار من تشاء، لكن التقاعس والتنحي جانبا أعتقد أنه قد يسقط حقك في الاحتجاج. الناس اللي هي رايحة تبطل صوتها، والناس اللي هي مقاطعة، أنا لا أتفق مع هذه الفكرة. أنا أذهب وأقدم نفسي بديلا كمرشح، إذا كنت أنا من هذه الفئة ومرشح أقدم نفسي بديلا. إذا كنا نحن مجموعة لدينا توجه محدد نتوجه ويكون لدينا توجه. أما أنا أدخل أختار الأنسب، لأن أبدا أن تسير هذه القافلة، ومصر بوضعها التاريخي والاستراتيجي ودورها لابد أن نساهم أن تستمر على هذه المسيرة، لا نقعدها بغض النظر عن اختلاف أو اتفاق وجهات النظر حول المنظومة السياسية وحول التوجه وحول، لكن هذه مسيرة بدأت منذ القدم، منذ التاريخ، الخلفية التاريخية، البداية الأديان، الحضارات، التوثيق للحضارات القديمة جدا، كل هذا إرث وأمانة في أعناق الشعب المصري. أعتقد أن الممارسة الديمقراطية وممارسة الحقوق جزء من الحفاظ على هذا الإرث التاريخي.